وللمزيد من المتابعة بينضم إلينا مباشرة من معرض الكتاب الزميل رامي محمد مراسل التلفزيون المصري. يعني رامي، صف لنا المشهد لديك. تحياتي لك ولكل متابعينا في هذه المتابعة لفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55. ونحن كما نشاهد الآن من خلفي لا يزال الجمهور بين قاعات وصالات عرض الكتب بالأجنحة المختلفة يتوافد على قاعات معرض القاهرة الدولي للكتاب منذ الصباح وحتى اللحظة، ومستمر أيضا الحضور بتجاوز أعداد بلغت المئات، 400 زائر على مدار 400 ألف زائر على مدار هذه الأيام الأولى. ونحن نتحدث أيضا عن فعاليات متنوعة وكبيرة ليست فقط هنا بين صالات العرض والأجنحة المختلفة بدور الكتب والناشرين، أيضا هناك عدد من الفعاليات المتنوعة الأخرى فيما يخص الندوات وحفلات توقيع الكتب، وأيضا الفعاليات الثقافية في القاعات الأخرى المخصصة للندوات. كانت هناك عدد من الندوات الكثيرة على مدار اليوم، منها ندوة الحوار الوطني أيضا، وهناك العديد من الفعاليات التي تقام خارج صالات معرض القاهرة الدولي للكتاب، سواء للسيرك القومي أو الفعاليات الفنية والفرق الفنية المختلفة، وأيضا جناح الطفل الذي يحضر بقوة من خلال ورش الرسم والتلوين وأيضا الحكي للأطفال. هذه هي فعاليات هذا اليوم، اليوم الثالث من معرض القاهرة الدولي للكتاب. وإليك الكلمة رامي. يعني صف لنا أو ماذا عن الأعمار المختلفة المتواجدة داخل المعرض، الفئات العمرية؟ الأسرة، نعم، الأسرة المصرية بأكملها حاضرة منذ الصباح وحتى اللحظة، ويمكن يظهر من خلفي من خلال الحضور الجماهير نتحدث عن وجود للأطفال في أجنحة الطفل، أيضا الشباب وجدوا الكثير من المواقع سواء في الندوات أو الفعاليات الثقافية أو أيضا الدور الخاصة بالكتب التاريخية والفلسفية والأدبية التي أقبل عليها الشباب بشكل كبير. وأيضا هناك عدد من الأجنحة الأخرى التي كانت بها عدد كبير من كبار السن، وأيضا الفئات المتنوعة للأسرة المصرية، الأسرة المصرية بكافة الفئات والأعمار حاضرة وبقوة في هذه الأيام الأولى من معرض القاهرة الدولي للكتاب. عودة إليك. هل هناك حضور للأطفال يا رامي؟ الأطفال؟ نعم، الفئة العمرية للأطفال. الأطفال بالفعل، الأطفال، نعم، فئة الأطفال حاضرة وبقوة. وأيضا نتحدث عن معرض الطفل والجناح الخاص بالطفل بعدد من ورش الرسم وأيضا التلوين والحكايات الخاصة بالأطفال، وأيضا السيرك القومي هناك أيضا عدد من الفعاليات الخاصة به، وأيضا الفرق الموسيقية والفنية التي تعرض العديد من العروض الخارجية خارج القاعات للأطفال. الأطفال حاضرون أيضا بقوة، هناك الكثير من اللقاءات التي أجريتها على مدار هذا اليوم مع بعض الأسر، كانوا على حرص كبير بحضور الأطفال حتى يزرعوا بداخلهم ثقافة القراءة وحب الكتب أيضا. رامي محمد مراسل التلفزيون المصري من معرض الكتاب، شكرا جزيلا لك.